للتعليق على ذكر انطلاق قناة رافدين الفضائية ولاستعراض رسالتها الإعلامية وأبرز المحطات والتحديات التي مرت بالقناة منذ تأسيسها قبل 18 عاما. ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. بداية، ما هي الأسباب والدوافع التي انطلقت لأجلها قناة الرافدين الفضائية منذ نحو 20 عاما ولا تزال متواصلة إلى الآن؟ تفضل سيد عبد القادر. أهلا وسهلا بكم، وكل عام والشعب العراقي بألف خير، وكل عام وأنتم وكادر قناة الرافدين بألف خير. أسعد الله أيامكم وتقبل منكم صالح الأعمال. قناة الرافدين هي الرائد الذي لا يكذب أهله، وهي الإعلام المقاوم الذي يعتبر باكورة، إذا لم نقل أنها أول قناة أسست لمواجهة آلة الاحتلال الإعلامية. وبالتالي نتكلم عن علامة مضيئة في تاريخ العراق حملتها الرافدين من خلال تبنيها مقاومة الاحتلال بمشاريعه الخبيثة ومقاومة التبعية والمحافظة على الهوية. لذلك حقيقة الرافدين لها عمق استراتيجي في تأصيل الإعلام الملتزم، والإعلام الذي استطاع أن يعطي الوجه الحقيقي للعراق، لأنه المعلوم تماما أن هناك آليات إعلامية وجيوش أرادت إخفاء الوجه الحقيقي للعراق، فهي التي واجهت الآثار السياسية للاحتلال وأذنابه، وهي التي واجهت الآثار الاجتماعية والآثار الثقافية. نتكلم عن أنها محتواها عالي، واجه المحتوى الهابط الذي تقوده السلطات الحكومية ومن يدعمها. وبالتالي عندما نتكلم عن محطات مهمة لقناة الرافدين، فإننا نتكلم عن محطات قيادية، فهي قائد للإعلام المقاوم والمناهض، وبالتالي للصوت العراقي الحقيقي. وقد انحازت الرافدين إلى تطلعات الشعب العراقي بكل شجاعة وبسالة، وهذا ما يحسب لتاريخ ثباتها، لأن حقيقة الثابتون، ولأن العبرة بالثبات لا وليس بمن يسبق الأحداث. فهذه حقيقة جعلتها تتميز بطريقة واضحة، وعندما نستذكر تاريخها المجيد هذا اليوم، فإننا نستذكر محطات الفخر والاعتزاز الذي يحملها الشعب العراقي لقناة الرافدين. أستاذ عبد القادر، يعني كما تعلم فإن قناة الرافدين مثل أي منبر إعلامي وطني مدافع عن العراقيين ومتابع لمعاناتهم بطبيعة الحال، وأنت تعلم والجمهور الكريم كذلك أن القناة تعرضت لفصول من الهجمات ومحاولات التسقيط من قبل أحزاب العملية السياسية، ولعل أبرزها اتهام القناة بانحيازها لفئة من الشعب العراقي دون غيرها من الفئات الأخرى التي يتكون منها نسيج المجتمع في العراق. كيف ترد على مثل هذه الاتهامات؟ هذه ادعاءات لا قيمة لها وهي كاذبة، لأن الرافدين حقيقة استطاعت أن تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب العراقي، والدليل خطابها ونتاجها الإعلامي. لأننا نتكلم عن أيام أو بدايات انطلاق، نحن نتكلم عن 18 عاما. هذه 18 عاما استطاعت أن تناصر جميع القضايا العراقية في جنوبه، في شماله، في وسطه، في غربه. وبالتالي كان الشعب العراقي مصدر قوتها من خلال الوقوف بها، والشجرة المثمرة دائما ما هي التي ترمى. لذلك عندما تآلف الاحتلال وأذنابه من أحزاب السلطة على استهداف الرافدين، لأنها صوت مؤثر داخل الشعب العراقي، ولأنها نافست هؤلاء الذين أرادوا أن يقدموا صورة سوداوية عن الشعب العراقي وعن العراقيين، فهؤلاء عندما رفعوا أن هناك تحريرا وليس احتلالا في بداية الاحتلال، رفعت لواء الرافدين أن هناك احتلالا وأن الشعب العراقي لم يستقبل المحتلين بالورود. وبالتالي عندما قدموا المحتوى الهابط للعالم، وبالتالي جعلوا من العالم ينظر على أن الشعب العراقي هذا مستوى، قدمت الرافدين المحتوى العالي
والإثراء الكبير نعم لتاريخ وثقافة العراقيين. فالرافدين حقيقة قدمت المجال الثقافي وقدمت المجال السياسي، وبالتالي هؤلاء عندما يضيقون على الرافدين فاعلم بأنها استطاعت أن تصيبهم نعم بمركز ألمهم الذي هو مصدر وعي الشعب العراقي، وهي قادة وأحد حقيقة الواجهات الحقيقية التي استطاعت أن تؤثر بالوعي الجمعي العراقي التي نراه اليوم وهو يحاصر نعم. جهل أحزاب السلطة الحالية. السؤال الأخير الآن سيد عبد القادر، يعني بعد مسيرتها الإعلامية الحافلة طوال 18 عاما، كيف ساهمت قناة الرافدين في توعية الجمهور بقضايا العراق المصيرية بشكل مختلف ربما عن باقي وسائل الإعلام المحلية الموجودة في الساحة العراقية؟ عندما نقول أن الرافدين هي قائد الإعلام، ذاك كلمة نعيها بمجمل تفاصيلها. لذلك حقيقة المشاريع الخبيثة التي استهدفت العراق بشكل كبير تماما كان للرافدين دور أساسي ومتميز فيها، والنتائج التي وصل إليها الشعب العراقي، هذه النتائج التي نتكلم عنها اليوم هي أيضا كانت الرافدين مشاركة بهذا الوعي. عندما نتكلم عن مشاريع التقسيم فإن الرافدين تصدت لذلك، والآن عندما العراقيون يرفعون لواء وحدة العراق هذا هو الوعي، لأننا نتكلم عن سلطة وعن احتلال ومشروع الشرق الأوسط الجديد. كل هذه الآلة الإعلامية وجيوشها الإعلامية أرادت أن تقنع الشعب العراقي بأن التقسيم هو الحل، لكن الرافدين واجهت بحقيقة صدور عارية، وهنا التحية والفخر لكل من عمل في الرافدين ولكل العاملين الحاليين الذين حقيقة يبذلون بجهودهم الطيبة رغم كل المعاناة التي يعانونها، لكنهم واقفون صامدون كالجبال الشامخة بوجه هذه الآليات الإعلامية. ولذلك عندما نتكلم عن أنهم قدموا الثقافة الرثة باسم العراقيين، الرافدين قدمت الشعراء والأدباء والثقافة العراقية العالية المستوى التي حقيقة يتغنى بها اليوم الوطن العربي ليس فقط العراق. هناك مشاريع حقيقة أرادت من خلالها إنهاء الأواصر الاجتماعية بين العراقيين من خلال إحياء الطائفية، واليوم لا أحد يستطيع عندما تتكلم حتى مع مبغضي الرافدين، عندما تتكلم معهم يقول لك أن الرافدين كانت رائدة في مواجهة الطائفية والتفكيك الاجتماعي بين أبناء الشعب العراقي وساهمت في إعادة اللحمة الوطنية. لذلك حقيقة لها يعني أفعال وممارسات، الواقع اليوم الميداني يشهد أنها نجحت في التصدي لكثير من المشاريع التدميرية والتخريبية التي أريد بالعراق سوءا من خلالها. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.